أخبار المهرية باختصار، حياكم الله. مرصد حقوقي يؤكد مقتل 426 مدنيا بانفجار ألغام وعبوات من مخلفات الحرب منذ العام 2019. المرصد قال إن من الضحايا 100 من الأطفال و22 امرأة، فضلا عن إصابة أكثر من 500 شخص. وفاة شخصين بصاعقة رعدية صاحبت أمطار غزيرة هطلت على منطقة المجازر بمحافظة شبوة. السواعق تسببت بنفوق أكثر من 20 رأسا من الأغنام في منطقة المصينعة بمديرية الصعيد. مسافرون يشكون من عمليات نهب من قبل ميليشيا الانتقال في عدد من نقاط محافظة أبيان. المسافرون قالوا إنه تم توقيفهم من قبل الحزام الأمني ونهب مبالغ تزيد على 20,000 ريال سعودي. يوفنتوس غارق بالخسائر المالية بسبب كريستيانو رونالدو رغم رحيله العام الماضي. أثقل رونالدو براتبه ومكافآته المالية كاهل النادي، حيث انضم مقابل 117 مليون يورو وتقاضى راتبا سنويا يزيد على 30 مليون يورو. علماء آثار من أستراليا يعثرون على أقدم دليل في العالم على نجاح عملية بتر جراحية قبل 31 ألف عام. الدليل عبارة عن هيكل لشاب بترت ساقه اليسرى وتمكن الجراحون حينها من التعامل معه وعلاجه. إلى اللقاء باختصار جديد.